أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، وأظن أنه قريب. نعم. هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا، والكذب محرم شرعا، وكونها تشبها بغير المسلمين، والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد، وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.